في المجلد السادس والعشرين أعزائي، صفحة 81 بحسب هذه الطبعة، وهي دار الوفاء اللي اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار وأنور الباز، المجلد الثالث عشر، دار الوفاء. أعزائي التفتوا إلى عبارته هناك، يقول: ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة. وهذا اللي الآن أنت تجد ماذا؟ نعم الآن يقول بدعة، يطبقونه شرك، بدعة، شرك. هذا منشأه ماذا؟ ابن منشأه تيمية. ابن تيمية. فإن هذا بدعة بعد، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عند قبره يدعو لنفسه. أساساً وجود هذا القبر وعدم وجوده كان ماذا؟ لا سيان قيمة لا له، قيمة سيان. ولهذا الصحابة كانوا يهتمون بهذا القبر لا المبارك يهتم. أو لا يهتمون أبدا، ولكن كانوا يستقبلون القبلة. مع أنه بالأمس ماذا قرأنا؟ ها، نعم الأدب كانوا ما هو الأدب الإسلامي؟ يستقبلون أن القبر. تستقبل القبر وتستدبر القبر. هسه هذا تدليس بعد تدليس، كذب بعد كذب، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، في مسجده، مسجده لا أنه يدعون ماذا؟ عند عند القبر قبره. الشريف. فإنه صلى الله عليه وآله قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، يعني الذي يقف نعم أمام القبر ويدعو الله سبحانه وتعالى بصاحب هذا القبر، فقد جعل رسول الله ماذا؟ وثنا. جعله وثنا، وجعل القبر ماذا؟ وثنا. لا تجعل قبري حد وثنا، وثنا يعبد. لا تجعل قبري عيدا. ما معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ يعني لا تجعلوا قبري يوميا ذاهبين زائرين قبري، يوميا شهريا تأتون مني مترددين عنه. مترددين عليه، من الإعادة، من العود، من المعاودة. لا تجعل قبري ماذا؟ الجروح بمعنى بمعنى يعني حاولوا أن تحذفوه من تنسونه ذاكرتي الثقافة الدينية وثقافتي ماذا؟ المسلم. يعني لابد أن يحذف، يحذف. جيد، سلخ الأمة عن سلخ رسول الأمة الله. عن رسول الله. أحسنتم. هل كان يزوره أحد من الصحابة؟ يزور أحد من أهل المدينة من التابعين يزورون القبر حدث مثل الشريف؟ هذا الأمر؟ ينقل لنا التاريخ أو لا ينقل لنا التاريخ هذا المعنى؟ يقول، التفتوا في جوابه في صفحة 133 من نفس الجزء أعزائي، صفحة 27 أو الجزء 27 صفحة 133، يقول أنه لو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبور، يعني القبور تزار ولكن قبره ماذا؟ لا لا يزار، يزار، لكان أهل مدينته أحق الناس بذلك، كما أن أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصالحين. فلما اتفق أهل السلف وأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبره، أصلا أكو إجماع من المسلمين، أكو إصرار أنه ماذا؟ أن يتجاهلوا قبر رسول الله وكأنه لا شيء، لا شيء. معدوم. في ليلة البارحة أو ما قبلها ذكرتم حديث أسامة. سيأتي واحدة واحدة، أقول سأؤكد هذه الليلة، فقط أريد أن البعض قال سيدنا، وقعا بعض الأخوة اتصلوا قال سيدنا أنت ألم تغالي، ألم وقعا تبخس حق الرجل أنك قلت أنه هذا الرجل كذا؟ قلت لهم في هذه الليلة ستسمعون أنه يوجد عنده إصرار على ماذا؟ على محو قبر الرسول من ذاكرة من؟ ذاكرة المسلمين. من ذاكرة المسلمين. يقول، فلما اتفق السلف وأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبره، يا ريت فقط لا يزورون، قالوا: ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا للمسجد النبوي. لا حول الله. يقول حتى من يدخلون المسجد حتى لا يرمقون لا نظرهم إلى يرمق. القبر الشريف، لأنه لا قيمة له. لابد مباشرة أين يذهبون؟ إلى يذهبون إلى المسجد. المسجد.
قال ولا يسلمون ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا. وإن لم يسمى هذا زيارة، حتى مع أنه لا يصدق زيارة، ولكن لا ينبغي. ما الداعي؟ ذاهبين خارجين نسلم على رسول الله. شنو الداعي مولا؟ حقد أعمى، حقد أعمى. أنا أقسم أن هذا الرجل حقده على رسول الله أشد من حقده على إبليس، إذا كان يعادي إبليس هذا الرجل، إن لم يكن هو الناطق باسم إبليس والشياطين، شياطين الإنس والجن، الشياطين تتكلم ماذا على لسانه؟ يقول وإن لم يسمى هذا زيارة بل يكره لهم ذلك عند غير السفر. يعني الحاضرين يكره لهم إذا دخلوا المسجد أن يسلموا، يخرجون أن يسلموا. لا تعتنون برسول الله، لا تعتنون بقبره، أمحوا قبره كما ذكر ذلك مالك أيضا، أرجعه إلى من؟ إلى مالك. هذا مورد أعزائي. وآخر أعزائي حتى لا أطيل على الأعزاء في هذه الإضافة، آخر المطاف يا ابن تيمية يا شيخ الإسلام، بين قوسين في النتيجة هذا القبر له قيمة، ولو قيمة هيجي واحد من الألف، ولو على حد المساجد الأخرى، ولو على حد بعض البقاع الشريفة، ولو على حد المرتبة التاسعة والعاشرة والمئة، هسا قبلنا مو أفضل بقاع الأرض، قبلنا، ولو على مستوى ضئيل جدا. الجواب اسمعوا، قال فلم يبق في إتيان القبر فائدة لهم للمسلمين ولا له. يعني حتى الشباك الذي حوله زيادة. أحسنت، وهو انتظر أستاذ علاء، انتظر ولينتظر المشاهد الكريم، حتى أي فائدة لا يوجد إتيان القبر، لا للمسلمين ينتفعون ولا لرسول الله. هسا التفت جيدا، هسا انظر هذا التوجه الأموي، وانظر التراث الإسلامي الذي قرأناه عن فتح الملهم. قال أساسا هذا الموقع كل الفيوضات الإلهية إنما تأتي إلى هذا الموقع ومنها تتوزع كالشمس، فإن نورها ماذا؟ يشع على العالم. شوفوا هذان الاتجاهان الذي قلت بأنه هذا الاتجاه يختلف عن ذاك الاتجاه. معجم شيوخ الذهبي، تأليف الإمام الذهبي، تحقيق وتعليق الدكتور السيوفي، دار الكتب العلمية، صفحة 55 و56. وسأتأخر قليلا أستاذ علاء عند قراءة هذه العبارة، وتقريبا أنا شارفت على الانتهاء إن شاء الله، ما يتجاوز 6-7 دقائق أنتهي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الرواية، وقد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأسا. إذن هؤلاء اللي واقفين هذا الآن، إمام الحنابلة يعني إمامكم اللي أنتوا واقفين الآن كالشرطة والجلاوز حول القبر الشريف، وتمنعون الناس أن يمسوا القبر الشريف أو يمسوا القبر الشباك الذي إذن هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف نظر الإمام أحمد. يقول رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد، فإن قيل فهلا فعل ذلك الصحابة لماذا لم يكونوا يقبلون القبر وكذا؟ التفتوا لي جيدا، من يجيب الإمام الذهبي أو من يجيب؟ يقول الصحابة مو كان يقبلون القبر، الصحابة كانوا ينتظرون من رسول الله، وسأتي بالروايات إن شاء الله وقت يسعني، متى يتنخم؟ فإذا أخرج نخامته يتعاركون عليها من تقع في يده حتى يمسح بها وجهه. من قال لكم أيها البائسون، أيها المتخلفون عقديا ودينيا، من قال لكم أن الصحابة من لم يكونوا يحترموا رسول الله؟ كانوا، خلي أقرأ العبارة سأل على، لا أدخل. قال فهل لا فعل ذلك الصحابة؟ قيل
لأنهم عاينوه حيا وتملوا به، ملأوا أعينهم منه وقبلوا يده وكادوا يقتتلون على وضوئه واقتسموا شعره المطهر. أحمد بن حنبل إمام الحنابلة كانت عنده شعرة من الذي وصل إليه من شعر النبي الأكرم، كان يقبلها ويضعها على عينيه، التفت، واقتسموا شعره المطهر يوم الحج الأكبر، وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه. ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا النصيب والحظ الأوفار، لم نوفق أن نرى هذا الوجه المبارك وأن نقبل يده، فلا طريق لنا أن نقبل ماذا؟ ذلك التراب الذي دفن فيه هذا القبر الشريف. ترامينا لما لم يكن بأيدينا، ماذا نفعل؟ انقطعت أيدينا، حرمنا من هذا. نرجو الله أن يعطينا على قدر نياتنا، إنما الأعمال بالنيات. الله يحرم من الله يحرم، والله يحرم هؤلاء الجلاوزة الذين يقفون على قبره ويحرمون المسلمين الذين يقطعون آلاف الكيلومترات. ولذا في اعتقادي أيها المسلمون، عليكم أن تقطعوا هذه الأيدي التي حول القبر الشريف التي تمنعكم من التبرك بقبر نبيكم. اقطعوا هذه الأيدي، وقفوا أمامهم. من أعطى لهم الوصاية على الأمة أن يفعلوا، أن يحددوا لنا المنهج الأموي في قبر خاتم الأنبياء والمرسلين؟ وندعو الله سبحانه وتعالى أن يأتي ذلك اليوم، أن تقطع أيدي وأرجل هؤلاء، وأن يحاسبوا على من اتهموهم، من اتهم المسلمين بأنكم أنتم من أهل الشرك وأهل البدعة، وأنكم وأنكم. انظروا ماذا يقول هذا إمامكم الذهبي، يقول: ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل. هذا الخبيث ابن تيمية يقول ماذا؟ لم يثبت أن أحدا من المسلمين كان يسلم على المتشرع. نعم، كان يرمي بنظره إلى القبر، لأن القبر لا قيمة له. أنت الأموي الخبيث الناصبي الحاقد. نعم، قبر النبي لا قيمة له بالنسبة إليك، ولكن عند المسلمين جميعا بلا استثناء واقعا يتمنون أن يضعوا ماذا؟ أن يضعوا خدهم أو خدودهم على تراب هذا القبر. تقول لي سيدنا هذا بدعة، انتظروا قليلا، سنقرأ الرواية، انتظروا قليلا أعزائي. قال: ألا ترى كيف فعل ثابت البناني؟ كان يقبل يد أنس بن مالك ويضعها على وجهه، يأخذ يد أنس ويمسح بها وجهه، ويقول: يد مست يد رسول الله. الله 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 الله، هذا هو العشق، هذا هو الحب، لا هذا هو الحقد الذي نعيشه من ابن تيمية وأتباع ابن باز وهؤلاء الذين الآن يدعون أنهم أهل السنة. يقول: يد مست يد رسول الله، إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين. ألا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي قالوا: أنسجد لك يا رسول الله؟ الله الله الله، أي عظمة عرفها الصحابة. ولم يكفرهم، بل ولم يبدعهم أبدا أبدا. أنسجد لك؟ فقال: لا، فلو أذن لهم لسجدوا له. ولكن هذا مو سجود العبادة أعزائي، هذا سجود إجلال وتوقير، لا سجود عبادة كما قد سجد إخوة يوسف ليوسف. فتعلموا أيها الجهلة
أيها الخائبون علميا. إذا نحن عندما ندخل إلى عتباتنا وإلى قبور أئمتنا وإلى قبر علي بن أبي طالب، وعندما نتمسح بها، نتمسح بهذه القبور وبهذه الأبواب وبهذه الأضرحة، بل ونقع ساجدين على عتباتهم المقدسة، هذا لا يقول لنا هؤلاء يعبدون أئمتهم بئسا لكم وتأسا لفكركم المتخلف والخائب. نحن توقيرا لعلي. من هو علي؟ علي نفس رسول الله، علي من أحبه أحب رسول الله، علي من أبغضه أبغض رسول الله، هذا علي. لأجل هؤلاء، ولذا تجد الإمام الذهبي كاملا يميز بين سجود التوقير وسجود ماذا؟ وسجود العبادة. من قال لكم أن أي دعاء كما وجدتم في هذه الأيام على بعض الفضائيات الخائبة، واقعا الخائبة الخاوية علميا، وتسمعونها الآن وبودي أن أصحابها أيضا يسمعون، أنه دعاء علي يا علي هذا شرك؟ والله أشفق عليكم، لا ليس لي أن أقول لكم، أشفق عليكم وعلى من يتصل بكم وعلى من يدعي العلم في اتصالاته لم معكم. يقرأوا حتى لم يقرأوا هذا أمامكم معجم شيوخ الذهبي يقول لابد أن نميز بين السجود، مو دعوة، مو نداء، مو دعاء. الدعاء كذلك أعزائي ينقسم إلى دعاء ماذا؟ إلى دعاء توقير ودعاء وسيلة ودعاء ماذا؟ عبادة. الذي هو الشرك هو دعاء ماذا؟ دعاء العبادة. الذي هو الشرك دعاء سجود العبادة. أما إذا كان دعاء التوقير، أما إذا كان دعاء الاحترام، أم أقرأ العبارة مرة أخرى، يقول ألا ترى الصحابة قالوا نسجد أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة، كما قد سجد إخوة يوسف، وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي. الله أكبر. فعلى المسلمين أن يسجدوا لقبر النبي، أن يسجدوا لقبر النبي، ولكن لا سجود عبادة، بل سجود توقير واحترام. هذا والذي اعترض عليكم هذه الورقة إخوان المسلمين، خذوها معكم إلى الحج. أحمد بن حنبل ينقل عن أحمد، وهذا مو عن أحمد، ما دا أتكلم عنه، أنا دا أتكلم عن ماذا؟ عن الكتاب الشيوخ الذهبي. قال وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا، لا يكفر به. إذن أنتم اللي تقفون هناك كافر مشرك كذا، لا، نعم في اعتقاده، بل يكون عاصيا في اعتقاد من؟ في اعتقاد الذهبي. هذا اعتقاده في اعتقاد الذهبي، ونحن لا نعتقد ذلك، لأنه كما كان بالنسبة أيهما أعظم، يوسف أم خاتم الأنبياء والمرسلين؟ لا يقول لي قائل أنها نسخت تلك، لا 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 لا، أبدا أبدا أبدا، ما نسخ ثبت عندنا، وما لم ينسخ لا لا أبدا لم ينسخ. أعزائي من قال لكم إن الدين عند الله الإسلام إلا إذا ثبت نسخه؟ فليعرف أن هذا منهي عنه، هذا في اعتقاد من؟ هذا في اعتقاد الذهبي. كل واحد يرجع إلى مذهبي. ما مذهبي أحسنتم.